لما بتسأل ايه افضل 10 افلام بالنسبة لي، رأيي بيبقى دايما ان رقم 2 ل10 بيتغيروا على طول، لكن رقم 1 هو دايما الجودفاذر. والجودفاذر بالنسبة لي هو الجزء الاول والتاني مع بعض. عملت حلقة عن الجزء الاول قلت فيها ان الفيلم في الاول وفي الاخر هو عن العيلة، قصة الملك الاب وولاده الـ3، كل واحد فيهم ورث حاجة عنه. واستكمالا لده، الزاوية اللي هركز فيها في كلامي عن الجودفاذر 2 هي العلاقة بين فيتو الاب ومايكل الابن، لان العلاقة دي هي جوهر القصة وجوهر الدراما والسبب الرئيسي في عظمة الفيلم ده. الفيلم بيفتح في سيسيلي بجنازة أبو فيتو اللي اتقتل من الدون أو الجاد فادر اللي كان مسيطر على قريتهم، وفي الجنازة أخوه برضو بيتقتل لأنه كان هينتقم لأبوه، وبعدها أمه بتتقتل قدام عينه وهي بتحاول تحميه وبيتهرب على أمريكا. الأحداث دي بتأسس شخصيته، ومع إن في الأول ما بنسمعلوش حس وبيهيئ لنا إنه بليد وما بيفهمش وما بيتكلمش، بنكتشف إنه كان بيخدع الكل علشان يقلله من شأنه لحد ما عرف يفلت من إيدين أعدائه وهرب لأمريكا. وهنا أخيرا بنسمع غناه وهو عينه على تمثال الحرية، مدينة نيويورك اللي هيبقى ملك فيها. بننط بعد كده 57 سنة لقدام على صورة حفيده في حفلة كبيرة ابنه مايكل عاملها. وعايز هنا أجذب انتباهكم لحاجة بتورينا عظمة المخرج فرانسيس فورد كوبولا، وهي قدرته الرهيبة في إخراج المشاهد الضخمة المليانة مجاميع. أنا ما شفتش في أي فيلم تاني مشاهد فيها كل المجاميع دي وكل شخص في الخلفية بيرفكت للزمان والمكان، اللبس والوشوش والحركة حقيقية جدا. وما تنسوش ان الفيلم متصور في الـ70s، لكن الاحداث في امريكا في الـ50s وفي كيوبا في الـ50s وفي امريكا في الـ20s. وقفوا الكادر في اي من المشاهد دي وتأملوا كل تفصيلة في كل نقطة من الكادر، مش ممكن. دي مقدرة رهيبة عند المخرج وفريق العمل بتاعه، من ديكور للبس الكاستنج لميك اب. واللي يبهر اكتر بقى ان مفيش زيه في المشاهد الضخمة دي، لكنه برضو متميز جدا في المشاهد الحميمية الدافية اللي بين شخصين في مكان واحد. بنتعرف في الحفل على شخصيات كتير مهمين لحبكة الفيلم، زي ما عمل في مشهد الفرح في Godfather 1. لكن عايز اكلمكم عن نقطة، وهي ان هنا بنشوف ان العادات والتقاليد الاصيلة الايطالية بتاعت فيتو كورليون ابتدت تدوب على وقت مايكل. وبنشوف مثلا لما فرانك يطلب من الفرقة تعزف مقطوعة ايطالية لكنهم مش فاهمينه، وبيلعبوا اغنية اطفال امريكية Pop Goes the Weasel. من الاول كده الفيلم بيظهر المفارقات بين عالم الجودفادر الاب والجودفادر الابن، لكنه برضو بيظهر الجوانب المشتركة بينهم والسمات اللي ورثها عنه، القيادة، القوة، والذكاء الاستراتيجي. الباتشينو كافي انه يؤمر وينهي ويعاقب بنظرة من عينيه، حاجة اكيد اخدها من ابوه، وبيعرف كويس قوي الطريقة المناسبة علشان يلف اللي قدامه حوالين صباعه. مثلا مع كي مراته لما تقوله انه وعدها من 7 سنين ان بعد 5 سنين كل البيزنس بتاعه هيبقى قانوني، ويوم يقول لها بلطف انه بيحاول ويسرح بيها ويرقص بيها في وسط الزحمة والضلمة وتنسى. اما هو بيتعامل مع عدو محنك زي هايمن روث، بيستخدم فلسفة ابوه ان keep your friends close but your enemies closer، فيخليه امن له ويحسسه ان مفيش حاجة لحد ما يوصل للي هو عايزه. ولما يعوز يهدد فرانكي علشان ما يشهدش ضده، يوم جايب اخوه من ايطاليا علشان بتبادل النظرات بس يفهمه انه لو شهد ضده هيقضي على عيلته كلها. ده ذكاء استراتيجي بتاع الملوك والحكام المحنكين. الحدث الكبير اللي بيزق حبكة الفيلم القدام هي محاولة اغتياله في قطه، زي ما الحدث الكبير في الجزء الاول كانت محاولة اغتيال ابوه. ومن هنا بيبتدي يحط خطته علشان يقضي على اعدائه ويعرف مين من جوه دايرته المقربة خانه. وبنشوف اول ترانزيشن ترجعنا لزمن فيتو، واختيار الترانزيشن ده بيأكد ان الفيلم جوهره مش العصابات او الجريمة، لكن العيلة وعلاقة الأب والابن، ترانزيشن من الباتشينو وابنه لفيتو وابنه. وشوفوا هنا الجمال والروعة، إعادة خلق نيويورك في الـ20s، الديكور والمحلات والشوارع والبياعين واللبس والإضاءة والمزيكا، حقيقي أعظم ما يمكن الوصول إليه في السينما. أول مدخل ليه لعالم الإجرام في أمريكا هو من خلال صديق عمره كلامانزا اللي بيديله مسدسات علشان يخبيه عنده، وبقفلته للباب علشان مراته ما تشوفش، بيحط الخط الفاصل اللي بيمشي عليه طول عمره، وهو الخط الفاصل بين حياته الإجرامية وحياته العائلية، زي ما الباتشينو بيقفل الباب على مراته في آخر الجزء الأول. وأول عمل إجرامي ليه هي سرقة سجادة قيمة علشان يسعد بيها مراته وابنه، علشان عيلته أهم حاجة عنده. والمأساة الحقيقية في الفيلم إن ابنه مايكل علشان اضطر يسلك نفس طريق أبوه في الآخر بيخسر عيلته. مايكل بيبتدي بتنفيذ خطته بانه يخلي هايمن راس يثق فيه علشان يعرف مين اللي خانه. والصياعة في المونتاج هنا انه بعد ما يقول الجملة دي
على طول بنشوف فريدو تجيله مكالمة في نص الليل من جوني أولا مساعد هايمن روث، فنعرف إن هو اللي خانه. But I'm completely relaxed and confident in our friendship. And I'll be able to find out who the traitor in my family was. مع إنه ما كانش عارف إنها كانت هتبقى محاولة اغتيال، لكنه برضه ساعدهم. وفريدو بقى اللي لعب دوره ببراعة شديدة، الممثل جون كازال هو أهم شخصية في الفيلم بعد الباتشينو، والمشاهد ما بينهم هي من أحلى المشاهد السينمائية، وحنقف عندها كتير. في مشهد بيحصل هنا بيظهر لنا جانب خطير لمايكل كورليون. عشان يتحكم في سيناتور بات جيري اللي كان بيهدده في أول الفيلم، خلى واحد من رجالته يقتل فتاة ليل كانت معاه، خدره في نص مكان بيعاشرها وقتلها، فلما فاق تخيل إنها ماتت بسببه. فجيله بعد كده توم هيجن يقول له ما تخافش، هنداري فضحتك، المكان ده بتاعنا، والتمن طبعا ولاقوا للجاد فادر. الموقف ده مش بس بيورينا مدى جبروت مايكل كورليون، لكن كمان مدى عنفه وحشيته علشان يحصل على اللي هو عايزه. قتل ست ملهاش اي علاقه بالموضوع، بس علشان يمسك زله على سياسي، وده بيزود عمق وجانب مظلم ومخيف لشخصيه مايكل كورليون. جانب اعمال كتير تخاف تروح له علشان ما نفقدش تعاطفنا مع البطل، لكن دي عظمه الجاد فادر، انه ما بيخافش ياخد الدراما وابعاد الشخصيات لدرجات معقده جدا. مشاهد كيوبا دليل تاني على قدرة فرانسيس فورد كوبرا الإخراجية الرهيبة، لكن شوفوا في مشهد الاجتماع ازاي هايمن روث بيستغل الثانية اللي مايكل بيبص فيها على التليفون علشان يحاول يقراه، ومايكل يعمل نفس الحاجة، لعبة شطرنج بينهم كلها بالعينين. وده يوصلني لواحد من المشاهد العظيمة بين مايكل وفريدو. فريدو خاين واحنا عارفين كده، لكن هل مايكل عنده شك ان هو اللي خانه؟ ده سؤال بسأله كل مرة اشوف فيها الفيلم. مايكل بيتأكد في مشهد قدام، لكن هل كان عنده شكوك في المشهد ده؟ لعشاق الفيلم المخضرمين زيي قولولي رأيكم من خلال قراية المشهد ده، هل كان عنده شكوك فيه؟ وشوفوا تمثيل فريدو العظيم وعينيه، لأنه عارف إنه خانه لكن ندمانه بيحبه، وعينين مايكل هل بيمتحنه؟ عمالقة التمثيل وكله بالعينين، زي في مشهد بعده لما يسلم على جوني أولا ويقول له إنهم ما تقابلوش قبل كده. شوف عيون فريدو وبعدين عيون مايكل. لحد ما يتأكد بدون شك إن هو اللي خانه، لما يفلت بلسانه ويقول إن جوني أولا هو اللي عرفه على المكان ده. والتمثيل الفظيع لألباتشينو، الإدراك المؤلم إن أخوه خانه وساعد أعدائه في محاولة اغتياله. ويواجهوا في اللحظة السينمائية الجبارة دي. وبعد ما فريدو يهرب ومايكل يرجع أمريكا ويقابل صدمة تانية إن مراته سقطت، نعمل ترانزيشن على فيتو قلبه مكسور على ابنه فريدو وهو بيبي عنده أزمة صحية. قلقوا عليه يكسر القلب ويخلينا نتعاطف مع فريدو أكتر وأكتر، لأن من صغره وهو بيعاني. لو فكرتوا فيها، التراجيديا الحقيقية إن البيبي ده اللي قلب فيتو مكسور عليه هيتقتل على إيد ابنه التاني مايكل. لما تتفرجوا على المشهد والأحداث من الزاوية دي، الفيلم والدراما بياخدوا أبعاد كبيرة جدا. الجزء ده من قصة فيتو بتحكي ازاي بقى الجاد فاذر لما قتل دون فانوتشي، وعظمة المشهد ده انه كأن حدث تحول فيتو كورليون للجاد فاذر هو حدث إلهي، حدث كأنه قديس منتظر الناس كلها مستنياه ينقذها، ولما يقتله الناس كلها تنطفل في فرح كأنها بتحتفل بيه. مات الجاد فاذر القديم اللي بينهي بالغلابة، وجاء جاد فاذر جديد بيساعد الغلابة، ويرجع يقعد وسط عيلته اللي بيعمل كل ده علشانهم. اللقطة دي وهو شايل ابنه والمزيكا ورا جميلة بشكل، كل ما بشوفها عيني بتدمع وبفتكر ابويا الله يرحمه. وزي ما قلت في الأول إن الفيلم هو قصة صعود الأب وقصة انهيار الابن. الأب بيحمي عيلته والابن بيخسرها. بنشوف مايكل اللي كان بيبي شايله أبوه ماشي لوحده في البرد وسط التلج لبيت فاضي، مراته وعياله بقوا غرباء فيه. ويليها المشهد العظيم بين مايكل وفريدو، اللي فريدو بيحاول يبرر اللي عمله، لكن مايكل يقوله بكل برود انت مش اخويا، انت ولا حاجة بالنسبة لي. اداء فريدو هنا رهيب. وشوفوا اختيار الكرسي اللي قاعد عليه فريدو. اختيار الكرسي ده بالذات مش صدفة، مش هات يا ابني اي كرسي يقعد فيه خلاص. الكرسي والطريقة اللي بتفرد شكل قاعدة فريدو جواه بتعبر مرئيا وبتقول لنا ان فريدو ده كريبلد، مقعد، عنده اعاقة ذهنية وجسدية وعاطفية.
فعلا كأن واحد مشلول بيحاول يقوم من الأرض يشحت عاطفة من أخوه ومش عارف. يا جماعة الفيلم ده ليفل تاني خالص، وأخوه ما عندوش أي عاطفة يديها له، لأن واحدة واحدة عمال يفقد روحه وأدميته. وبيؤمر بقتل أخوه اللي بيحضنه بكل قوة لأنه محتاجه، بيؤمر بقتله بنظرة من عينيه. والتراجيديا تاني لما نشوف مايكل ده وهو بيبي في حضن أبوه. كان ابنه المفضل وكان دايما بيقول إنه ما كانش عايزه الحياة دي في الجزء الأول، وده برضه ليه شخصية مايكل كورليون مركبة جدا، لأنه ورث المسؤولية دي ما كانش عايزها، حمل تقيل وورثه غصب عنه، حلم أفقده أدميته وصله إنه يعمل أبشع شيء ممكن إنسان يعمله، يقتل أخوه. وفي آخر مشهد لفريدو قبل ما يموت بيحكي قصة بتورينا جوهر الشخصية دي. بيحكي إنه هو صغير هو وأبوه وإخواته طلعوا رحلة صيد في مركب، وهو الوحيد اللي كان بيطلع معاه سمك، وقد ايه حس انه سبيشال ومتميز والكل فرحان بيه. وشوفوا ساعته وهو بيستعيد الذكرى دي، الذكرى الوحيده اللي كان فيها متميز ونال اعجاب واحترام ابوه واخواته. ده بيلخص لنا كل حاجه عن حياته ونفسيته وعقدته ودوافعه في كل اللي عمله، لكن دايما ما بيوقفش قدره انه يعني يتقتل على ايد اخوه، واخوه هو اكبر ضحيه لقدره اللي اتغصب عليه، واللي ابوه حاول يبعده عنه لكنه نال منه وحاوله لشبح من غير روح، ملك على مملكة من التراب والأشباح. أعظم شخصية درامية اتكتبت واتمثلت في السينما في رأيي. وآخر مشهد في الفيلم بيدوس على مشاعرنا أكتر بأنه يفكرنا ببراءته لما تحدى الكل وقال لإخواته أنه هيخش الجيش علشان يبعد عن حياة أبوه. وبنشوف ببراعة صناع الفيلم آخر صورة لأبوه وهو معاه، أبوه اللي عمل كل حاجة في حياته علشان يحميه لكنه في الآخر دمره. مع كل اللي أنا قلته ده لسه قدامي كلام يكفي 10 حلقات تانيين، وده اللي بيحصل لما تشوفوا واحد بيتكلم عن الفيلم اللي حبيبه في السينما.